مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج فضاءات. ونتابع معا في هذا العدد، سنختبر معا شعور النشوة عندما نستمع إلى قصص مدمني الكوكايين، كما سنتعرف عن كثب على مغني الملاعب ونحلل مفردات الأغنية السياسية. أيضا قبل أن نقف لبرهة عند معاناة مرضى السرطان من الأطفال في يومهم العالمي، ولا بأس أن ندعوكم لتكتشفوا الفرق بين نظامنا التعليمي في الجزائر والنظام لدى الدول المتقدمة في مجال التدريس. لا تصنع الجدل في الجزائر فقط بل في العالم بأسره، الكوكايين المادة الممنوعة الأكثر تأثيرا على الجسم، كيف تؤثر على الفرد وتصنع له خيالا براقا ونشوة مؤقتة؟ نتابع في هذا الروبورتاج. كيف لمادة تنتج في البلاد البعيدة وتصنفها أجهزة الأمن الدولية ضمن المواد الخطيرة أن تصل إلى البحر الأبيض المتوسط؟ مباشرة إعطاء التوجيهات بإدخال السفينة إلى ميناء وهران تحت حراسة أمنية مشددة وإجراءات دقيقة، أين تبين بعد تفتيش الحاوية عبر جهاز سكانر وجود علامات مشبوهة، ليتم إفراغ الحاوية وتفتيشها بالتدقيق واكتشاف والعثور على 701 كيلوغرام من مادة الكوكايين. دورية على الطحن الساحل التابع للمنطقة الصناعية بسكيكدا مساء يوم 25 جانفي 2019، تم اكتشاف
حقائب ظهر بلاستيكية تطفو على سطح الماء، حيث تم استرجاعها وتفتيشها فتبين أنها صفائح من مادة الكوكايين. كيف تنقل؟ من يحاول تهريبها؟ وبأي طرق تم تهريبها؟ من يريد إغراق الجزائر بالمخدرات الصلبة؟ ولماذا تحاول عصابات الكوكايين استهداف الجزائر؟ برغم جهود المؤسسات الأمنية في ردع مهربين الكوكايين، إلا أن حقائق مغايرة تخفيها الأزقة والشوارع. صافا خو لاباس، الحمد لله. اسمع، اليوم ما عندي ضياف يا اخي، وبارك واش خص. ايوا لقيت هنا في صبادك ندوز عليك كي العادة. يا اخي خلاص دوك شوية قدام نستنى. في الشارع من بعد الحمراء، باين الحمراء الشارع باش وصلت لابلو ديال فوا. كي سيدها كيفاش؟ اسكو مع جماعة ولا مع جماعة؟ مع ولاد حمتي. مع ولاد حمتك؟ لابلو ديال فوا كي سيدها، كي سيدها واش صرا لك؟ اوا تخلويت بيع. خلويت؟ اوا تخلويت بيع. اسكو النشوة ولا الخيك ياك تخلوها دركا؟ لا افون 10 سنين. كيف كيف؟ ماشي كيف كيف. كيفاش ماشي كيف؟ ماشي كيف كيف، هذا خلاص والفتها. اشكي راك تزيد في لادوز ماكش تزيد؟ تزيد باينة بلي تزيد في لادوز. بو زيدت وانا الموقتها، موقتها واعرية. بار اكزومبل، انا موقتها ولي نكره العباد. كره العباد ماشي شغل نديرونجا، غادي يهضر معايا نديرونجا منه. يقولي واش فلان؟ قولو يا بدي شغل، يقولي واش فلان نتقلق. في الليل الحمى فيبري وحدي كدايا سعلة تسعول حتى تقول بلي يا ودي يبومو تاوك راح تخرجهم. هادي هي وعلى بزاف، وعلى بزاف يا ودي. ما تقدر دير والو والو والو، ما تحب تريح غير في البيت تغلق على روحك واحد ما يهضر معاك. أثناء لقائنا بهؤلاء الشباب، اقتحمت المكان فرقة والصاعقة تابعة لقوات الدرك الوطني. يبدو أنهم تلقوا شكوى من أحد مراقبي أو سكان المنطقة.
وهند بنتان في العشرينيات أدمنتا الكوكايين منذ سنوات طويلة، فكيف بدأت قصة إدمانهن؟ حبيت الناس ليه؟ كيفاش حتى جابت ليدي باش تسيدي؟ بخومية فوا كنت مع صحاباتي. ما وقتش بيحكمني المنكر شحال كنت هكذا في الفيديو عندها واحد أربع سنين وكم من تعدى يحكمك الموقف من سنين باش نتقلق ونفشل وكون سافا با الاستوار تاعي ما بين بون الصغر والميليو باسكو دخلت له صغيره مام البيضه ضربتها صغيره بديت بها ديريكتوم ودخلت في واحد المعمعة ما كنتش نعرف تبليت بها الاولى بديتها مع جماعة ما نعرفش وبعد ابخي وليت نشريها ومن بعدها كباريت ولاو يجيبوها لي. لمعرفة الحالة النفسية التي يعيشها مدمني الكوكايين تقربنا من احد الاخصائيين النفسيين. لو كور تاعو راهو يريكلامي لازم يعاود يجيب هذيك المادة باش ينفس على روحه باش ينفس على ذاته. لو كان ما يجيبهاش اوتوماتيكمون ما راحش بروحه يحس بروحه يولي يحس بروحه مع كل احتراماتي للترم يحس بروحه كي المهبول ما على بالوش واش راهو يدير يحس بروحه تايه يحس بروحه راح يدوخ يحس بروحه ممكن ممكن يجيوه دي زاليسيناسيون ممكن يجيوه دي تروك مش ملاح نتيجة للرغبة المليحة لتناول هذه المادة. فالإدمان على هذه المادة راح يخليه دايما بحاجة مسة لها. هي في الحقيقة تروشت وليت نستخيل بالبزاف ومن بعد سيبه وعرفتها وليت ما نقدرش نصبر بلا بها ومكاش كيفاش لحد الان ما كاش كيفاه ولو كان ما نضربهاش عفسه تاول وتقلقني بالك يما ما نقدرش نرندي لها. الادمان على الكوكايين ليس كباقي اصناف المخدرات الصلبه، فهل يمكن الخلاص منها؟ بإمكانه التخلي عليها لكن الرغبة والإرادة لازم تكون حاضرة بطبيعة الحال. بطبيعة الحال احنا ما ننصحوش الناس باش دانسيلكو يكوبيها، لا سي با بيان باسكو لو كان يكوبيها دانسيلكو راح يكون هناك انعكاسات على الجسم نتاعو على الاخر تاعو، فلذا راح يكون بمساعدة طبية. فاحنا اون طونك سبيسياليست اون سيكوثيرابي حتى كي يجينا الانسان عنده الادمان على الهيروين ولا الادمان على الكوكايين ولا الادمان على القنب الهندي او حتى على الادمان على الادوية المهلوسة، فعندنا خطة نتبعوها. من بينها اولا راح نبعثوه يدير اون كور دو ديزانتوكسيكاسيون عن طريق طبيب مختص في الامراض العقليه، راح يعطيه سيبستيتو للماده هذه باش يعوض الماده هذه اللي راهو يتناولها وباش تساعده باش يتخلص منها بالتدريج. اداره الجمارك وفرت عده وسائل من اجل التصدي لكل عمليات التهريب بما في ذلك المخدرات، حيث وفرت أجهزة للسكانر بالإضافة إلى
بالإضافة إلى ذلك تستغل إدارة الجمارك كل المعلومات السانحة لذلك مع حث أعوان الجمارك على بذل مجهودات واليقظة من أجل التصدي لكل أنواع تهريب المخدرات. تعاطي الكوكايين في الجزائر من بين أكثر الملفات الشائكة، خيوط شبكات التهريب والترويج تبقى مبهمة، وهو ما سينعكس حتماً على مسار تغلغل هذه المادة في الأوساط الاجتماعية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. طبعا للشرح أكثر حول هذه الظاهرة وكيف تؤثر على الجسم، نسعد كثيرا باستضافة المختصة في علم السموم مريم محجوب. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. إذا كبداية، يعني طبيعة المواد الكيماوية التي تصنع منها الكوكايين. أول شيء نشكركم على الإضافة، لأنه ماذا بينا نشاركوا في حصص كيما هادو لنوعي الناس على أخطار المخدرات اللي عنا نشوفه ولات شائعة جدا في المجتمع الجزائري. ثانيا نرجع للكوكايين. طبيعة المواد، الكوكايين نعرفها هي بودرة بيضاء، عادة ما تكون هذيك البودرة مختلطة مع مضافات اسمهم مضافات لزاديتيف، دونك البورسنتاج تاعها يكون قليل، ولزاديتيف هادوك ويتختلف على حسب النوعية تاع البودرة تاع الكوكايين. بيان سور السعر تاعها يزداد بزيادة. عادة هاد الإضافات المصدر تاعها منين يكون؟ هي مواد كيميائية، ممكن تكون تالك هذاك اللي نعرفوه بودرة بيضاء، قد يكون أي بودرة بيضاء ممكن تختلط مع فيها مواد كيميائية كيما الأسود الأنواش اللي هي تري كوروزيف، دونك مواد اللي ماهيش خالية من أعراض تحت السموم. هي في حد ذاتها، يعني هذه المواد سامة في أصلها، في حد ذاتها لا تخلو من يعني هذه المواد. كما قلت لي نشوفوا باللي في كل كوكايين على حسب النوعية تختلف الكمية، كيفاش هذا يأثر على الجسم؟ التأثير أولا من ناحية الليفي هذاك تاع النشوة اللي يحس به المدمن، ينقص كل ما تنقص نوعية الكوكايين، لأنه تركيز الكوكايين في هذيك البودرة ينقص. ومن ناحية أخرى يزيدوا المواد المضافة هذيك اللي هي كما قلت هادوكا، ما هما تاني مواد سامة كيميائية سامة، دونك عندها أخطار على من بين الأخطار هذوك الحروق اللي يكونوا في لاكلوازون نازال كي يسنيفيو هذيك الكوكايين. من بين الاعراض تاعهم تاع هاد الاضافه المضافات تاع الكوكايين هما اللي يحطوا هذوك الحروق في لاكلوازون نازال. هو من بين الاعراض تاعهم، يعني كل ما كان هذه المواد موضوعه اكثر، وكل ما تحسنت جوده الماده تاع الكوكايين اكثر، كل ما كانت العوارض وكل ما كان التاثر شديد اكثر. يمكن تكون قاعده ما با فورسيمون، لانه ما نعرفوش دائما هاد طبيعه المواد هذه راهم يزيدوا فيها. قدر يكون الخطر تاعها اكثر من الكوكايين. نقطه اخرى، يعني هل تختلف طبيعه تاثير الكوكايين بحسب اختلاف الاجسام تاع الاشخاص؟ من شخص لاخر بطبيعه الحال اثر الكوكايين يكون مختلف، لانه كل شخص مختلف عن الشخص الاخر. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، ليوصل الكوكايين يكون تعاطى مخدرات أخرى، يكون عنده إحساس بهذيك النشوة من طرف مواد أخرى أخرى كل الكوكايين، دونك يكون عنده هذاك نقول موالف بهذوك الأعراض. ثم اللي في تاعها عند واحد اللي مش مالف يتعاطى المخدرات بزاف تكون أكثر من واحد اللي مالف يتعاطى المخدرات، وأصلا من شخصين من شخص الآخر يختلف الأثر. هو حسب ما تبعنا في الربورتاج الكثير يقول لك أنا مريت في تعاطي الممنوعات على الكثير من الأنواع وصولا إلى الكوكايين. يعني الحالة اللي يكون فيها الجسم عندما يصل إلى تعاطي الكوكايين، والحالة اللي بعد تعاطي الكوكايين، يعني هنا كيفاش تحول الجسم من داخل؟ هي نعرفوا احنا في المجتمع تاعنا كان الكيف الكانابيس هو اللي شائع جدا.
باسكو ديسبونيبل يلقاوها فاسيلمون. من ثم الادويه لي ميديكامون باسكو يقدروا يجيبوهم لي فارماسي من عند ولا السعر تاعهم يكون شويه ناقص. هادو كاين نسميهم لي دروغ دوس كيما الكانابيس. يتعاطى المخدرات هادو لمده زمنيه معينه بعد يوالفها يحب يزيد حاجه اكثر تاثير يروح لي دروغ دور كيما لا كوكايين. لي دروغ دور هادو عندهم ان افي يكون تاثيرهم يكون اكثر قوه والخطر تاعهم اسمهم دروغ دور على خاطر يقدروا يؤديوا للموت. يعني كيفاش هذه بعد راح نحكوا عليها ونحاولوا نفسروها، لكن كيف يمكن انه الحاله تاع الجسم كيفاش يكون من داخل؟ يعني مثلا تاثير على الدماغ، تاثير على ديبوندونس. لا هي نعرفوا بلي المخدرات هادو كامل عندهم تاثير على الدماغ، ياثروا على السيالات العصبيه والنواقل العصبيه اللي كاينين في الدماغ. نعرفوا بلي الجسم تاعنا كامل عنده ارتباط بال بكوموند تجي من الدماغ عن طريق هاد النواقل العصبيه. هاد لي دروغ كامل عندهم تاثير على هاد النواقل لي نورو ترانسميتور هادو اللي هما يديروا لي زيفي اللي نعرفوهم تاع لي دروغ. اولا لا ديبوندونس هذيك النشوه وهذيك لو بليزير هذاك اللي كيتعاطاو المخدرات. دونك كيكون يتعاطى جم مخدرات يكون ديجا وصل هذاك لو بليزير تاعو تاع كي يوصل لا كوكايين باش يتعاطى لا كوكايين ولا يسني في لا كوكايين يحتاج يكون ديجا راه موالف بال هي عملية تخدير العصب الموجود في المخ. في المخ العصب هذا سي لا ريجيون ميزولمبيك اسمها هي اللي تمد هذاك لو بليزير ولا نورو ترانسميتور سي لا دوبامين. هذه لا دوبامين هذه لي دروغ كامل يزيدوا في التركيز تاعها في المخ وهي اللي تمد لنا هذيك الاحساس الاحساس هذاك اللي يحوسوا عليه النشوه هذيك تاع لي دروغ المخدرات اللي يحوسوا عليها المدمنين كامل. تسمى كي كنت عاطى ديجا مخدرات يكونوا هذيك لي ريسيبتور تاع المستقبلات هذوك تاع لا دوبامين يكونوا ديجا سونسيبيليزي بلي دروغ اللي من قبله. يولي يزيد في التراكيز كل ما يكونسومي دروغ واحده اخرى يزيد اون دروغ بلو فورت عندها تاثير اقوى. من بعد هذيك لا دروغ يولي يزيد يتاخذها ياخذها بصفه مستمره وهي رايحه. هو الطلب يعني في كل مره لزياده الجرعات الطلب يفسر عن طريق ارسال رساله عصبيه على دوبامين هذه من العصب الى كل الجسم. الى كل الجسم. طبعا هذا العصب فيما بعد مع مرور الزمن يعني كيف ما هي التحولات التي تطرأ عليه حينما يكون شخص مدمن؟ مع مرور الزمن وتعاطي هذه المخدرات اولا على او نيفو دو سيرفو ما في الدماغ هذوك الخلايا تاع الدماغ كامل ديجا يتلاشاو مع مرور الوقت. التاثير الاول واللي هو خطير تاع المخدرات بصفه عامه والكوكايين بصفه خاصه تؤدي لهذوك الامراض العصبيه كامل كيما البارانويا الديليغ اسم الخلايا العصبيه يتلاشاو كامل ممكن يوليو يمدو امراض اخرى تاع الدماغ. عندها ثاني العضو الثاني اللي تاثر عليه لا كوكايين هو القلب. عندها اكسيون على القلب ديريكتومون. دايوغ هذوك لي اوفردوز اللي كنا نهضروا عليهم عادة ما يكونوا باغي كاردياك اون جينيرال باغيتمي واغي كاردياك دونك عندها تاثير على القلب ثاني. خصوصا انه دائما ما نسمع انه المدمنين يموتوا بجرعات زائده لكن تفسير علميا جرعه زائده ما مش الناس كامل على بالها. يعني كيف يحدث هذا؟ لا كما كنا نحكيو قبيله قلنا يتعاطى جرعه معينه بعد يوالف هذيك الجرعه يولي يزيد في عدد الجرعات بعد تولي الجرعه هذيك ما تكفيش يولي يزيد في لا كونتيتي اللي الكميه اللي يتاخذها اللي ياخذها في هذيك الجرعه. هنا يزيد بلا ما يفيق بلي راهو يتعدى في هذوك يتعدى لا دوز هذيك اللي والف عليها لا دوز اللي توكسيك للجسم ماشي اللي والف عليها. تسمى يوصل اون دوز وين التاثير تاعها على الجسم يكون فاطع هذيك اسمها دروغ دور لا كوكايين خطراكش تقدر تؤدي للوفاه الشخص. يعني السموم مباشره تتجه عن طريق الدم من العصب من الدم الى القلب. لا كوكايين التاثير تاعها عن خلال من خلال
لي نورو ترانسميتور اللي كنا نهضروا عليهم عندها عندنا يعني كيف تحدث يعني السكتة القلبية وما إلى ذلك، السم والتأثير تأثير تاع الكوكايين على القلب. كنت عندها الأولى عن طريق هذوك لي نورو ترانسميتور، والثانية حنا نعرفوا باللي القلب دقات القلب هذوك عندهم لو بوتونسييل داكسيون هذاك فيه تبادل تاع ليزيون تاع الصوديوم وبوتاسيوم، وهي تبلوكي هذاك لو باساج تاع السمسيه هذيك البوتونسييل داكسيون يتاثر تاع القلب وتحدث دي زاريتمي. سؤال اخير يعني في مرحله العلاج كيف او ما الذي يلزم للتخلص من اثر السموم في الجسم؟ كان قالها البسيكولوج في الروبورتاج قبيله، لازم اول شيء لا فولونتي تكون من الشخص هو بحد ذاته يكون يحب يحبس، سينو ما صعيبه انه يوصل لمرحله العلاج. وثانيا لازم يكون ان انكادرمون بار دي بروفيسيونيل، يروح لي سونتر يتبعوا ام سيكولوج، يمدوا له دوطخ دروغ باش ينقصوا لي زيفي هذوك بروغريسيفمون بشويه حتى يوصلوا للاغي توتال تاع لا دروغ، سينو سي ديفيسيل باش يحبس وحده. شكرا جزيلا لك الدكتورة مريم محجوب المختصة في علم السموم. مشاهدينا فاصل إشهاري ونعود. أهلا بكم في هذا الجزئية الثاني من البرنامج. يصفون الواقع بطريقتهم، ينفسون عن الضغوط الاجتماعية بالموسيقى، ولكنها ذات طابع خاص حينما يمتزج هتاف الملعب بموسيقى يعزفها فنانون ويرددها الجمهور. نتابع. أغاني شبانية يؤديها بعض أبنائنا تجدها مليئة بالإحباط واليأس، لا يدرك أصحابها خطورتها وحجم الضرر الذي ينجم عنها، وكم من أرواح قد تفقد بسببها. وزير الداخلية والجماعات المحلية قالها بصريح العبارة. لا ما تحرق، انا نقول الناس حرق، وانا كي غنيت ما قلتش احرق، حكيت حكايه انا يا صلاح. يحكيو واش وصالي صح واش عايشين، لا فيريتي. هذا ما كان الفقر لا يشجع على الحراقه ماشي الغنى. مي حكيت لا رياليتي تاع واحد وحرق يشرب ويخمم، بصح انا ضد هذه تاع تحرق هذه وتروح في بابور وتخلي والديك هكذا. ما نهضروش بلي ستاتيستيك، نقول لك العام اللي فات عندنا براح 18000 حراق. انا واحد يموت مواطن واحد في البحر، هذه نحمل المسؤوليه تاع الشعب وتاع الدولة، مسؤوليتنا كامل. عشرات الشباب اختاروا قوارب الموت بحثاً عن الجنة الموعودة، وإن كانت نهايتهم في غالب الأحيان وجبة للحوت وموت قبل الوصول إلى الضفة الأخرى. موجة حركت بعض المغنيين والمشجعين للأندية الرياضية. نشوفها بعيني وداري الدنيا وداري الشيطان. كل محروقه اليوم، انا اللي محروقه، انا اللي مضروره، وين تعود ما نشوف عبد الحوت ما نشوف تبدا. راني النوم في المنام يقول لي يا مر وحديني، يا مر راني مع الكفار، يا مر وحديني، راني النوم خوت، راني النوم، راني النوم، راني يقول لي يا مر راني راني في الدار وحديني، يا مر يا مر وحديني. تلقاي رايحين واحد اون فامي، واحد داير بنته راهي حراقه، واحد وليده في عمره عامين ودايو لي شغل. احنا ما حكيناش عليها تما باش نقول لهم روحوا كملوا حرب. احنا انا قلت الناس واش تعيش، شغل مصغر واش يعيش. هذا ما كان ديزولي ماما راني في ندامه، شغل لي راحوا ما قالوش لي ماهم وماتوا، واش نتاسبيرا واش نعيش، راني نحطو في كلمه هذا. الظروف اللي تخليني غني على الحراقه، الحراقه معروفه تخرج من الاحياء الشعبيه، هما اللي حرقوا كيما حنا عندنا هنا القصبه باب الواد لا بوينت.
وهذيك الخرا اللي درتها تاع بحر الطوفان درتها على جال اللي ماتوا تاع القصبه ولا بوانت وميزوني جات سور بلاص تما جات واش حبيتي نقول لك تقدر تشوف هكاك وما تقول والو انت تقدر توصل ميساج بغونيا يسمعوها الناس توصل ميساج واحد اخر ما يقدرش يوصل ميساج واحد اخر قاعد يكتب فيسبوك ما واحد ما يسمع بغونيا توصل ميساج كيما تقدر دير والو راك وصلت ميساج فهموك الناس وفهموا شنو هي السبه تاع الحراقه وفهموني انا واحد ما ادلي جانا عايشين في كارتي بوبيلر كيما كاع الناس بالك يشوفوا كي تكون تغني بالك تغلط الناس هي اللي عطيتيني الكوراج ودعاوي الخير رفدهم علي بحر الطوفان اداني دوماج وماشي غرضي انا مبكي انا ماذا بيا قولي ما نظلمها نشعل شمعه ماذا بيا نلقائن شغل نسي مدلي سبور ليجان مام انا راني عايش فيها انا راني فيها ما ناش لاحقين وكلش راني يعني 29 سنه راني قريب 30 سنه شغل على ربي هكذاك ما رانيش نشكي ولا مي رانا نحكوا امور تاع شغل حقيقه وبلا ما فيها يكون لازم شغل وهذه هي العفسه الصعيبه في كينتريتي سوجي تاعي تاع كتيبه ولا شغل توجور كريتيكي روحي نقول بالك راح نحرد انتقادات للمسؤولين نقل لجزء من الواقع المعاش على كافة الأصعدة السياسية الاجتماعية والاقتصادية لخصها الفنانون في أغاني وكليبات بسيطة الأغنية هذه خسارة عليك هذه شغل فيها قصت فيها كاع لي سيتياسيون سواء في البالون ولا سواء في عند في الصحه ولا في التعليم ولا في التكوين شغل في جمع سورتو بوكو بليس بصفه عامه ثانيك على هجره الادمغه اللي شغل كنا قادرين في بلادنا نديروا بهم عفايس كبار اللي راحوا لنا هكاك باتمون ولاو يجونا كوم شغل كما يقولوا مبعوث من بلد اخر بزاف شفنا هذاك عمي نوح محمد اللي راه مسكين متشرد استاذ تاع اللغه الالمانيه شفنا دي ميدسان شغل حكيت فيها دي سيجي سونس شغل بلا ما فيها رسائل تاع تحريض ولا انسبيراسيون تما تبع السوجي تما بالك عفسه تجيك من داك وحدك هكذايا بلا ما انت تجيب خبر تلقى روحك تكتب عليها ولا زعما وين تشوف سوجي دور شباب تكتب عليها زعما شغل باين دوك هاد الدار نقولوا عفسه هادي بزاف تقدر تسد باسكو ان ارتيست وشنو فنان يلحق ميساج للناس ولا يحكي على واش راك عايش دوكا ما فيش شي فنان شغلها ماشي جينا حنا ماني كانوا نغنوا على الجزائر ولا جينا ما كاش بلاصه كاين تقول انا لاتيس واش هو يعيش في هذيك الدقائق ولا في هذيك الحالات اللي هو فيها يكتب عليها الملاعب باتت متنفسا للشباب ومعقلا للاغنيه السياسيه في الجزائر الاغاني السياسيه كاع في كان اللي جات في الجزائر كومبلي جات من عند اتحاد العاصمه كانت فرقة ميلانو بوك اللي نحكي في التسعينات وقت الإرهاب وقت كان رصاص ومشي كوابس تاع الما دوك هما اللي بداو بوليتيك وبعد راح جينيراسيون حتى لحقنا حنا صوت شعبي خليك تحكي تسمى في سطاد عندك الدروة تحكي تغني تقول ما عجبكش حاجة في البوفوار تحكي عليها ما عجبتك حاجة ماشي غير في البوفوار ما اجتماعيا تسمى واش راه عايش المجتمع في السطلاد لي باسكو ما كاينش بلاصه واحده اخرى اللي يخلوا الناس فيها تتجمع بزاف وتغني ولا ابار السطلاد لوحات فنية يرسمها أنصار الأندية فوق المدرجات أغاني وأهازيج مشجعة للفريق تحمل في طياتها رسائل تنتقد السلطة كاجلي لي دير لي ليميت راحت الاغنيه نهضروا حنا ب كاش نفهمك نهضروا ب معنى ماشي اسم معنى تما ندير لها المعنى تاع اللي فهمها كاع الناس يهضروها برا رسائل مشفره كلمات ناقمه ومشفره عبارات ساخره مستمده من لغه الشارع يحاولون إيصالها إلى أصحاب القرار في البلاد يا
اللي طاتانا الدولة كي تغني عليها اغريسيفمون تحوس عليك، بصح كي تغني عليها بالتمسخير شغل فيها كوميدي، ما هو باكي يسمعها انت تعرفيه يبقى يضحك ما يقدر يدلك والو. نعالجوا المواضيع بطريقة حضارية، ميم اللي يسمع الغنية ويسمع واش فيها لي بارول واش فيها كلام يفيق باللي عندهم نيفو عالي ديجا وعي كبير. حظيت بانتشار واسع في الأحياء الملاعب وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي. هل تعد هذه الأغاني مصدر رزق لأصحابها أم تبقى مجرد هواية تلفظ آراءهم المختلفة؟ كل واحد كيفاش كان. أنا بوما الحمد لله نكتب عليه ماشي مول بيه ودا ولا، بصح الحمد لله تما البلد مستقلة عبلق اللي تخدم به على سحافات عندك شان يوتيوب إيه تما حنا ماشي دارينا شغل ماشي دارينا مصدر رزق ولا شغل دارينا هكذا هواية كما يقول. لو فات واحد برك ولا زوج اللي بالك يلحق له الميساج ويفهم بيه ويدي العبرة منه شغل نحس باللي أموا ربحت أن بوان شغل أموا درت عفسة بلوس. هذا هو شغل كما يقولوا البليزير تاعي أنا ما. وكاين أغاني أخرى اللي فيها كوميرسيال، حنا كرانا مغنيين وما كاش مغني ما شغل من حقه يربح باسكو هذه خدمته راهو يعرق وراهو يخدم فيها راسو وكلش. بصح هاد الاغاني الاجتماعيه كاع يخدموهم بلي موين تاعهم باش يلحقوا لي ميساج ماشي باش يديرهم كوميرسيال. موجة راكبها مغنو الراية الاغنية تاعي كان كاتبها خويا في التسعينات. التسعينات كانت عندنا احنا هذه الحركة كانت يعني شيعة ماشي غير ضرقة والله. كان كاتبها خويا كان يغني راب هيا وفي الوقت هذا يعني زادت بزاف هذه تاع الحركة نشوف بلي الظاهرة هذه كثرت بزاف. قررت باش نعاود نحيها الأغنية هذه، على كل حال هو ما خرجهاش ولكن قررت باش نعاود نخرجها إن شاء الله ومضيفين لها شوية الكلام وإن شاء الله في فري إن شاء الله نطلقوها إن شاء الله باش يعني تقيس الناس لازم تغني واش راهم عايشين، لازم نغني لهم واش راهم عايشين، لازم نشوفوا واش كاين مشاكل في المجتمع نشوفوا ماشي غير نغني على الحب برك سي نورمال، لازم حنا نوصلوا ميساج باش لي طا تاعنا ثاني تعرف كيفاش رانا عايشين فوالا. هذه حنا شغل الفنان شغل ميساج شغل يوصل الصوره تاع المجتمع يوصلها فوالا. فيما ذهب آخرون إلى اتهام بعض فناني الراي بالاستثمار والتلاعب بمشاعر المواطنين. دي شونتر كوميرسيال كان يخمم كوميرس يكون يغني مام مع سي فغي على الحب ومن بعد ما عندوش برينسيب يكمل في يغني على الحب ابخي من بعد يولي يدورها باش غير باش يمشي ويعرفوه ويتوي كاين اللي بروفيتي يدير اوكازيون باش يربح خدمه ويربح اموال، وكاين اللي هذا العفسه جوست باش البليزير تاعو يلحق له ميساج كيما دوك الاونه الاخيره ولات الاغنيه تاع ستاد حتى على الراي يبدلوها ويغنوها في الاعراس وفي الحفلات كوميرس. دوكا زعما نقولوا انا مغني على مولوديا يجي شونتور تاع راي ما باليش من انا مكاش بلاد نقول مكاش ولايه يجي يغني عاود هذيك الاغنيه تاعك واش باه يربح باك يربح في بليك تاع مولوديا ويسمع كلوب واحد اخر اللي كراه المولوديه تما ديجا ودار بها. بس شوف بزاف لي زارتيست لي دي شونتور تاع راي من داك ما يلقاش واش يدير خلاص يشوفوه راح في الطيحه تما حيرب يعاود اغنيه تاع مولوديه يعاود يرفدوا الشاب ويعاود يدير حاله ماشي. وكان جاو زعما نقولوا ماشي قالوا بالخير باسكو هذه خدمه وكان جاو شغل يستعرفوا بالخير تما ولا جاو كان اللي ما سقساوناش ما نقولوش اسماواتهم باسكو ربي سهل عليهم. كان جاو غير يسقسيك يا اخوك دايا ولا كاين اللي ما يسقسيكش تاك مليح في الدار حتى تشوف التونية تاعك خرجت هي تمشي. هما ياخذوا الاذن شونتور تاع الراي هذا يعيطوا لك لا فينيتي يعيطوا يقول لك بصح وشنو انا مادا بيا شغل الاغنيه كي تخرج تدي حقها ما عند مولاها ماشي تمشي من بعد يعاودها شونتور تاع راي تولي انت ماشي ستيل
انا بور موا الغنى تاع ستاد اغنيه الغنى تاع واش راح نقول لك هذاك هو الفريت ما باش تعرف المعيشه تاع الشعب في ستاد. يدخلوا الزوالي اللي ما عندوش اللي يسرق لي يمه دراهم باش يروح يشري فيك يشوف مولود ديالو يا سماسي فهمتي ويحكي ويديفولي في ستاد. وكاين دي شونتور اللي الله غالب تالمون يشوف فيها دراهم يعاودها ويدير دك 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 وصاي. انا ما ندخلش العفايس في الغنى. انا انسان كي نحس نحسها بيرسونيل وكي غيرني فلان غير تسمى دوك واحد شيبا انا واحد غاضني نلقاه برا وندخل نغني عليه حاجه تريح عاطفيه بيني وبين الشعب وبين واش نغني سي اوتر شوز ونكمل توجور في الستيل تاعي فوالا. سبور سا قلت لك الفن في البلاد تعفن. هل تفرض السلطات الرقابة على أصحاب هذه الأغاني؟ وما هي الخطوط الحمراء التي يجب ألا يتعداها الكتاب؟ يحبسوا الخدمة مش يلحقوك ولا كان تبدي آسم شو هي سونسيتي دينو ما تبدي حتى آسم ما فيهاش غير بانتك تحت عين قتلوا ولا ينتيروا ما بانوش يحبسوك بعد خدمة ما ونسي ما الدولة حفلات تحبس تغني عليهم صح ما يطفيو. قالت لي انا نحاولني برا واسمي قامل تاع الحفلات هادو ما تعرضش للمضايقات بصح سنع فايس واحد اخرين بليطار يصعبوا لك كلش تسمى في الضومة انا علاش نحكوا عفسي واحد اخر كيف ناصي والله اللي قلبنا الدنيا انا خرجت هذيك تاع الجزائر ياما وجاو الحرامية اوفو فاطورين وليكيب تاع مع ميلانو تاع لاجيري بلادي ساكنه في قلبي داو قال لي شونتور تاع الرايد كي داروا حفله في ام درمان في باري داوهم قال حنا اللي غنينا الاغنيه الرياضيه مدا صح تقول كاين هكذا هضرات يقولون يحوسوا عليكم يحوسوا على اسماواتكم يحوسوا على انا بيرسونيلمون ما عندي حتى خوف باسكو نعرف روحي واش نكتب وعلى بالي باللي انا ماذا بيا من شغل من سيتيني اكسني ايكرا كل واحد يعرف خدمته كل واحد يعرف لي ديفو تاعو تسمى كي نحكي لي ميساج هذو كل واحد يعرفها تسمى الهضره عليك والمعنى على جارتي مي حتى انا ما نديش روحي برجليه كما يقولوا التهلوكه ماشي اللي نروح ندفع روحي ولا نهضر على الناس باكس ولا ايكراك نعرف كيفاش نحكي لي سيجي ونعرف كيفاش ندير لي سيجي تعرض الضغوطات ماشي انا تعرضيهم في الملعب يتعرض لهم الفريق تاعك ما يخلوش الفريق تاعك يدي شامبيون ما يدير ضغوطات لي سيبورتور لي زول طلع ما يدخلوش تيفو ما يديروش هادي ميساج ما يدخل للسطاك كاين حريه يعني مطلقه يعني نغنيو بدون ما كان والو زعما غني جامي زعما قالوا لنا علاش والله. الجزائر على موعد مع الاستحقاقات الرئاسية، البعض يحضر لمفاجآت والبعض الآخر فضل الابتعاد عن الساحة إلى إشعار لاحق. وجدت وحدة كان صالة وحدة أنا وفوفا طورين وفادو إن شاء الله نديرو أنا مالك الابتعاد اللي قصرت لك قبيلات أنا مالك الابتعاد إن شاء الله فان تاع الشهر هذا تخرج. نحاول نتجنبها ضربة واحدة لانه السياسه انا نشوفها درك احسن سياسه نديرها اني نعاون روحي نعاون المجتمع تاعي نعاون الاقرب مني ما نقدرش انا نبدل بلاد باغنيه ما نقدرش نبدل راي عام باغنيه انا فهمت قدر صحيح قدر غلط ندير اغنيه نفيد بها روحي نفيد بها الناس الاقرب مني هذاك نعرفه ما يحرقش على مستوى تاعي مستوى الكبير خلاص ما نقدرش عليه. الرغبة في ترجمة لغة شباب الملاعب ضمن الأغاني السياسية والاجتماعية تقابله لهجة متحفظة على أن تأخذ الأغنية الشبابية هذا المنحى بعيداً عن كل القيود. إذن مشاهدينا الروبورتاج كان لإيمان بالعمري. طبعا لمناقشة هذا الموضوع نسعد كثيرا باستضافة أحد الفنانين والمبدعين في هذا الفن فوفا تورينو. مساء الخير. مساء النور خويا الله يسلمك عايش خويا عايش. أيضا نسعد كثيرا باستضافة مرة أخرى السيد نور الدين بكيس الدكتور في علم الاجتماع السياسي. مساء الخير. طبعا لو أبدأ معك يعني كفنان لماذا اخترت هذا النوع بالذات دون غيره من الفنون الأخرى؟ هذا النوع اخترته باسكو هذا النوع ديجا هو فن تانيت هو فن حنا بون كيما نقولوا واحد كبر في الميليو تاع الصطاد في الطريق تاع الصطاد ايتو خيرنا معلو كانت اغاني رياضيه بصح حنا من
ديماري من 2008 وحنا نغنوا هاد لي سوجي كيما نقولوا هاد لي سوجي اجتماعيه. غنينا على الحراقه في 2008، غنينا على تسمى من 2008 ل 2019 حنا غنينا ديجا حراقه في 2008 في هذيك الاغنيه في شالوتي قاطع البحور. يعني في هاد الاغنيه تجد متسع ربما للتعبير عن افكارك. اش الفنان؟ وشنو الفنان؟ الفنان بون، الفنان يقول لك ماشي كاع فنانين، خاطر كاين فنان اللي وحده هو يدير كلش تما الالهام هو يكتب، وكاين فنان اللي سنا يكتبوا له. كيما الفنان ما يقول هادو كان وحدنا نكتبوا، هادو ما تاع لا ماجوريتي وحدهم يكتبوا وحدهم يلحنوا. يكتبوا واش يقول له راه تما واش يطيح لا واش ياسبيري. ما يقدرش هادوك يقول لك حنا كنقول لك انا حنكتب دوكا قصه غراميه ما نكتبهاش، ما نقدرش. بصح نكون قاعد طيح بالك وحدها سوجي قصه غراميه نكتبها وحنا غنينا كاع لي سوجي. يعني تستمدها من البيئه الاجتماعيه. البيئه الاجتماعيه اللي كابر فيها، وين كابر وين الدور مع من تريح، راك قاعد يصرى حاجه قدامك ما على باليش، راك ديت ايدي كلمه، راك ديت سوجي. دكتور بكيس، يعني تابعت تصريحات الكثير من الفنانين، تابعت ايضا تصريح الفنان فوفا تورينو معنا، يعني في اعتقادك كيف يمكن ان نفسر تطور هذا الفن عبر تاريخ في الجزائر؟ شوف، هو دائما كان الملعب كان مكان يهربوا ليه عمليه التنفيس، على اساس انه المجتمع كان مغلق سياسيا، ما كانش تعدديه، ما كانش، يعني كان فريمون كتضيق، كانت نوع من الاستبداد. كان الفضاء الوحيد المتاح دائما الجانب السياسي، كان زوج، كان وشنو هو السخريه، كانت الناس تعبر عن السياسه بالضحك بالنكت بالتنكيت منها بارتو، كنا صغار يديروا لنا على رئيس الجزائر كاراكوز، هذوك يجوزوا لي ميساج عمليه التنفيس. ومن بعد راح للاستاد، الاستاد علاش؟ لانه الاستاد كيدخلوا الناس يدخلوا غاشي، كيدخل غير ما تقدرش تسائله، ما كاينش مساءله، ما كاينش هذاك الوقت الكاميرا والمراقبه كبيره. وبالتالي كان الفضاء الوحيد المتنفس للجزائريين باش يحاكموا السلطه سياسيا. والدليل انه اهم شيء في المعادله عام كامل هو تسليم كاس الجمهوريه، كاس هو المحاكمه تاع السياسيين. التم الجزائري خاصه الا كان في مدينه كبيره وكاش فريق كبير اللي لحق له فينا، تكون محاكمه قويه سياسيه. لكن على مدى ينم يعني انتقاد الاوضاع في كلمات هذه الاغاني؟ هل ينم عن وعي كبير من طرف هؤلاء الفنانين؟ شوف، خليني نقول لك حاجه شويه جديده. نظن باللي احنا لازم اليوم نعترفوا باللي النخبه ما ولاتش النخبه القديمه تاع بكري اللي تسناها في المدرسه تقعد تقرا وتكبر تكبر. النخبه دوك في المجتمعات الحديثه هما الناس اللي يقدروا ياثروا، يقدروا يأطروا في الناس. يعني مفهوم النخبه تغير، مفهوم النخبه التقليدي تاع الجامعي زحموه. دوك ممكن السيد هذايا وسبك فوفا تورينو دري صغار يعرفوه، ويقدر في عود ما يغني موطني يغني الغنية تاعو. معناتها هذا دخلك لدارك، هذا دخلك لحومتك، واش معناتها تحب ولا تكره هذا ولا نخبة، هذا قدر يأثر في حياتك. وانت دكتور في الجامعة ممكن ماكش قادر تتأثر في جيرانك. معناتها لازم ننطلقوا منطلق جديد. شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وستاد ولا عنده أدوار واحدة أخرى كبيرة، وعنده أدوار حملنا أكثر من الطاقة تاعو. الناس يتسنى ستاد واش راح يعبر، واش راح يقيم، واش راح يقول، واش راح ينظم. وهذه ماهيش حاجة سهلة، لأنه واش يوليك من بعد مؤسسة تاع تنشئة سياسية. دوك الغنية كي تروح للسطاد، لأنه ماشي كاع الغنية يحتضنهم سطاد، تخرج 10 20 30 100 غنية يشد لك وحدة. يخير سطاد، الجمهور يخير. واش يخير؟ يخير اللي قريب للتعبير تاعو، اللي يتعبر اللي ما عرفش يقولها، ومن بعد يردوا له في لحن يقدر يغنيها، واش يولي التعبير رائع بالنسبة له، جاته فرصة، ومن بعد يتماثل معاه بقوة. هذاك الشونتور ماشي مصنع الواقع، هو عرف يعبر على واقع، هذاك الواقع حسوا به ناس تبناوه. هذا يجرنا طبعا إلى الحديث عن المفردات والمصطلحات المستخدمة في الأغاني. يعني كثيرون يعيبون عليكم طبيعة المصطلحات المستخدمة ويصفونها بأنكم تحرضون على العنف. اش كيش نحرضوا على العنف؟ شوف، أنا نقول لك واحد الحاجة. أغنية اللي طلقناها دانيال مونو فادو تاع عام سعيد تاعنا، هذه عام سعيد كانت عندنا موجدينها ومخبينها من 2015. شاك تما كل ما يجي يلحق واسمو ريفيو اسم اخر سنه نقولوا نطلقوها، ومن بعد يفوتنا هذاك ما كنا موجدناش ما نطلقوهاش. طلقناها في 2018 في الدخول تاع 2019. بزدنا لها برك هذيك تاع العياشي. حب يقول من 2015 ل 2019 حاجه ما تبدلت. فاهمني؟ ماشي احنا اللي احنا نتبعوا واش راهو يصرى. خلينا نعطيك مثال باش نكمل بوك شو يقول هو. شوف نهار التخليفات ديكيب ناسيونال، الغناء واش مشى؟ هادو مشاو كاع في الاتجاه تاع الفرح، قال الفرحه الانجاز وباللي انا نسناو والى اخره. شايف السياق؟ الغناء يتبع السياق. كون تحط الغنيه هذاك الوقت على الحراقه تحطها ما تموت لك، الحدث ما السياق ما يمشيش معاها. هما واش راهم يديروا؟ هما مسؤوليتهم الاخلاقيه
انه يعبر على وليد حومته على جاره، على ما يقدرش انه يصطنع. لو كان يصطنع يخسر المصداقيه، لانه قيمته الراي، قيمته الراي في المصداقيه. المصداقيه واش تقدر تعبر نتاع الواقع اللي عايشه كيما كتشوفوا نتايا. ممكن تكون مغالطات الناس ماهيش قاريه الواقع تاعها، مي بصح هو يعبر على واش كاين، ماهوش يصطنع واقع. خلينا نكمل هذيك الكلمه. كمل الله كمل لك فكره. لكن من ناحيه يعني الطلاقه في التعبير، يكون الفنان من يعني اللي يغني الاغنيه كيما انتم يكون عنده اكثر حريه في الطرح. الحريه في الطرح دوك هي الحريه ماشي غير في الفن، الحريه كيما يقولوا لا ليبرتي، هذه في الديمقراطيه. تقدر تعبر برك، ما تجرحش، ما تقيسش الناس تما، ما تجرحش عليهم، ما تجبدش الاسم وما تجبدلوش فايس لي تما. بصح راك تغني على السياسه وعلى المسؤولين ولا رانا حنا انا واش راني نشوف في الاغنيه تاعنا السياسيه تاع المغني، حنا رانا نادوا الدور ديالنا خير من اللي راهم خير من البرلمانيين. راني نشوف فيها مليح صراحه، توصلوا رسائل احسن من البرلمانيين صراحه. هي من الفروض العكس، المفروض العكس كما قال لك كمل لك شيء. المفروض انه لو كان في الدول الحديثه والمؤسسات تفرح كي تشوف التجربة. تقول لك اعطانا مؤشرات. دوك حنا منين نقراو المجتمع؟ اما نقراوه من الفضاء السياسي، اذا كان الفضاء السياسي ماشي صحيح هاش وما عندوش مصداقيه، تولي انت ما تعرفش المجتمع تاعك، تولي تبحث عليه بزوج حوايج، تحوس عليه في السطاد وتحوس عليه في الفيسبوك. هذا المؤشره الوحيده اللي عندك. كي تشوف انت غاشي ملمومين كاع الحاجه وحده، هنا تحول للبرلمان كانه تحول الى ملعب، لانه كان ما داش دوره برك، لانه كانت متاحه له الفرصه. علاش؟ شكون منع؟ الاصل هو البرلمان. شوف مجتمعات واحده اخرى وين منظمه تلقى كل حاجه بلاصتها. الشونتور ما يديش بلاصه البرلماني. روح انت للانجليز شوف شامبيونات تاع الانجليز، سيبورتور ما يغنيك لا بوليتيك لا والو. عنده وين يمارس السياسه، عنده وين يمارس العمل النقابي، عنده الفضاءات تاعو، عنده فضاءات ما يحتاجش يروح يديفول للسطاد. السطاد الامريكاني كي يروح ياكل يشرب كوكا، ياكل ويضحك وسيبورتي. عاده في المجتمعات كاع ما تسمحش فرنسا كلام كيما هذا صعراب. مي وين عندك مجتمع عندك تضييق، واش يولي اصطاد عنده دور واحد اخر صافي دي. كان عمليه ترفيه يولي الجزائري واش يصطاد، يروح يضحك على روحه، يروح واش يدير، يعيش سعاده مؤقته، يكذب يضحك يديفولي بعد يعاود يدخل الواقع تاعو. ماشي كيف معناتها ماشي هما سرقوا، هما لقاو فراغ، لقاو فراغ كبروا فيه، شو ما قروا. لو كان لقاو مؤسسات واحده اخرى قويه دير في المهاد تاعها، جد تغني بوليتيك يقول لك روح البوليتيك البرلمان روح واسمه. هل من ناحيه المفردات يعني، هل الاغاني اللي تستخدموها تكونوا من خلالها مصطلحات جديده ومفردات جديده، ام انه كل المفردات اللي تستخدموها هي مفردات تاع المجتمع؟ المفردات لازم يكونوا مفردات جديده، كلمات جديده. دوك انت كي دير كلمات لازم ما يتشبهوش اللي درتهم ديجا من قبل. كلمات تاع دير اغنيه جديده بكلمه جديده بمصطلحات جديده بلي سوجي جدد، كل حاجه لازم تكون جديده. واش من بعد هذيك تولي في الدور تاع الفنان، فاهمين؟ الفنان هو اللي يعرف كيفاش يلخص هذاك الواقع، يعرف كيفاش يحطه في هذيك الورقه. بالكذا ما كان يعني كيما قال لك دكتور، يعني فيه ربما مصطلحات جديده كلمات جديده. يعني هل تؤثر هذه الاغاني على المفردات تاع المجتمع؟ بيان سير. شوف مولوديا عرق فريق، شناوة شكون قبل بتسمية شناوة؟ ياك الإدارة قالت لا، والمسؤولين وليزونسيان كاع قالوا لا، بصح تفرضت شناوة. شكون خير شناوة؟ يعني المصطلحات، شوف عندنا ثقافات فرعية. كل ما يجي عندك جيل، هذاك الجيل ما يحش باللي راهو منيح في الوطن تاعو، معناتها عنده الانتماء الكامل، ما عادوش يولي يخرج لك كلمات، هذيك الكلمات باش يعيش بهم مع جماعته. قال ثقافات فرعيه، حنا الجماعه اللي رانا نستعملوا الخطاب هذا، حنا ما نمنوش. شوف بايزو في القصبه مثلا، تلقى كل مره تجبد لك مصطلح جديد. شوف حنا نظن هكا ما نجبدوا في مصطلح، باش كي تقوش يقولوا باللي حنا ماشي كيما الاخرين، ومن بعد شنو انتوما شكون؟ ومن بعد يبدا الداخل يعبر لك. بصح لازم له لونجاج، لازم لغه تاعو. علاش؟ لانه ماهوش ما يحش باللي هذوك ديالو. الخطاب الموجود في المجتمع ما يحسش ديالو. حتى انه الصدى تاع الاغاني تاعهم يعني تعدى ربما الاطار اللي راكم تشتغلوا فيه. يعني الناس بدات تاخذ من الاغاني تاعكم، خصوصا مغني الراي. مغنيين الراي دوكا خلاص، ما نقولش كاع المغنيين، كاين بعض المغنيين تاع الراي اللي ولاو كيما نقولوا يسنى جديد تاع فرقه تورينو ولا جالي باليرمو. خصوصا انه كان عندك مع المغني بن شنات اللي اخذ منك اغنيه. فوالا كيما نقولوا محمد بن شنات اخذ اغنيه تاع سوق الليل اللي دارها، كان يغنيها نورمال ايتو،
بصح دارها اوديو وانا اللي غادني الحال هي كي يسقسي ما يشاور شغل هو محمد بن شنات ونسب اللي كاين واحد اسمه فوفا طورينو كاين فادو طورينو ونساهم هادوما شغل ما عندهمش اسمهم في الفن انا القادرك قادرني والقدر يطول في العشره انا هكا نعرف لو كان شاورنا ولا قال لنا ولا قيمنا بالك يكون هو كان اللي ما يشاورش انا نزعف من اللي ما يشاورش واللي ما يسقسيش هادو هما اللي زعفوني وشغل هل فيه اجراءات يعني راح تاخذها في هذا الجانب اجراءات ناخذها طبعا ناخذ الاجراءات دوك نولي كيما نقولوا ما كاش لي زيد يدي اي اغنيه هكذا بلا ما يشاورني باسكو كل واحد واسمه في هذا الفن راح تروح للعداله القضاء بره ما لحقوش العداله احنا ماشي تاع عداله فهمني كاين العداله الالهيه شكرا شكرا لك فطوري وشكرا لك استاذ ردين بكيس على حضورك معنا إذن مشاهدينا ننهي هذا الجزء الثاني نلقاكم في الجزء الثالث بعد الفاصل أهلا بكم من جديد البارحة كان اليوم العالمي لمكافحة السرطان الموعد كان في القاعة البيضاوية أين التقت العديد من الجمعيات حول مشروع واحد وهو البحث عن بناء مستشفى لعلاج أمراض السرطان الخاص بالأطفال المزيد في هذا الريبورتاج الخامس عشر فبراير اليوم العالمي لمرضى السرطان يوم لا يريد منه المرضى وخاصة الأطفال زيارات وشعارات عن هذا اليوم بقدر حاجتهم إلى متبرعين يمدونهم بالصفائح الدموية الحمراء والبيضاء انخفاضها في جسم المريض يحدث نزيفا داخليا ثم المصير المحتوم الموت لكل طفل في غرف المستشفيات حكاية ألم عذاب مع علاج كيمائي وحقان تنخر أجسادهم الهزيلة علاج يقتل الخلايا المصابة وبالمقابل يخفض معدل الصفائح الدموية البيضاء والحمراء أطفال في يومهم العالمي يطالبون بمتبرعين أنا اسمي عبد الرحيم وعمري 11 سنة مريض كيما بزاف ديالي نحتاج الدم والبلاكيت انا جزائري كيما نتوما باكي تبرعوا لي الدم باكي نرجعوا لي كيما نتوما مع انتهاء كل حصة كيميائي يحتاج المصاب الى صفائح دموية نقصها يحدث نزيفا داخليا ثم الموت كاين دم بصح الصفائح يعني هذا سي اونيكس تريت صفائح داكوغ دونك المريض محتاج الا للصفائح دونك لازم تكون لا بنك دو دوني لا بنك دو سان تتوفر على الصفائح وباش تتوفر على الصفائح لازم تبرع بالدم يعني الناس ما تترددش كاين ناس يتموت كاين ناس لا بيزوان دو سان كاين ناس لا بيزوان في الصون هذا فئه من الصون ماشي كاع الصون كوم لي بلاكيت دونك الناس ما ترددش تمد الدم تاعها باسكو كاين بزاف المرضى محتاجين وخاصه مرضى السرطان رغم كل التعب يبتسمون يحاربون المرض متمسكين بحياه يحيونها بقطره دم متبرعة انا مريضه كيما بزاف دراعي نحتاج الدم والبلاكيت طفل مصاب له أب وأم وعائلة تحترق في اليوم ألف مرة يدقون أبواب بنوك الدم أو يرفعون نداءات في صفحات الجمعيات مصابون لا يبحثون عن ذكرى يوم بل متبرعين طوال العام وراكم كل يوم رانا نستناو فيكم وما راكمش تجيو عندنا ماذا بينا تتفكروا دراري صغار وتجيو في بالكم بزاف بزاف وتخمموا عليهم بزاف بزاف باسكو راهم يسحقوا بزاف في بلاكات وماذا بينا تبانوا وماذا بينا تحوسوا عليهم وتسقسيوا عليهم تواجه السيدة غنية مرض سرطان الثدي بتحد وعزيمة تترجمها على تحف فنية يدوية تنسيها آلام المرض السيدة تحاول دائما زرع الأمل في محيطها بعثا لغد أفضل
لم تفكر يوما غنية أنها حامل لمرض خبيث ينخر جسدها في عمر 35، مرض سرطان الثدي الذي طرق أبواب حياتها منذ 8 أشهر. تواجهه السيدة بكل جرأة. جست بالمراحل، المرحلة الأولى هي العملية لوبيراسيون ستون ابلاسيون، ومن بعد درنا لا شيميو تانا، ودوك راني في لا ثيرابي، هذه لا راديو ثيرابي. الحمد لله هذه نورمالمون ديرني ايتاب، راني في لافان تاع لي سيونس تاوعي. واش نقول لك، البدايه تاعو واعره بزاف. ديجا لو شوك وين تسمعي روحك باللي عندك هذاك المرض، شغل احنا عندنا المفهوم خاطئ في المجتمع تاعنا، دايرين في بالنا باللي طونكو كاين كونسير يعني كاين الموت. غنية لم تتقبل الفكرة في الوهلة الأولى، أو هكذا تروي القصة كاملة. نحكي غير مع واحد الحبيبة كيما هكذا، قلت لها عندي يدي بروبليم، يدي راه ثقيله عليا منا. قلت لي كيفاه تي جانتي، وهي ديجا كانت عندها اون ايدي. هي ما بوسي، قالت لي لازم تروحي تفوتي. قلت لها خطينا، راه جاي رمضان، مصاريف زياده، ولادي العيد وكاع. قلت لها خطينا، ما نروح ما والو، راني نورمال، باسكو كنت ديجا نربي في بنتي صغيره ونرضع فيها عادي. كي شغل وقفت معايا الحق، ربي بعثها لي، قلت لي خصك تفوتي، ما تقولي لي ني دراهم ني والو، لازم تفوتي. والله ما كنت رايحه نفوت، صدقيني شغل كنت بصحتي لاتيه في ولادي، ما ماشي دايره على روحي كاع هذا المرض. بحرقة تبكي غنية، غير أنها تترجم إبداعها في هذه التحف الفنية. بزاف صوالح تعلمناهم، تخصصات أنا تخصصت بالورد، وعرفوني كاع الجمعية هنا بالورد، حتى رجعت درت لهم الحافز، كانوا كاع مديموراليزين وما بالش كيفاه. شافوني خدمت وردة زوج، كل واحدة تقول لي معليش نسيين وريلي، كيما علموني أنا فنعلمت لهم. غنية وآخرون يواجهون مشكلا عويصا، فبين عناء رحلة العلاج في المستشفيات من فحوصات وحصص الكيميائية، يجد مرضى السرطان أنفسهم يكابدون مشقة البحث عن الأدوية التي تعرف نقصا فادحا في الصيدليات، من بينها نولفاداكسوز، لاداكس، ومسكنات الآلام وغيرها. أدوية نولفاداكس راهي ناقصة، نطلب من المسؤولين وما يوفروا لنا هذا الدواء. والله العظيم وقل 170 حاجة كيما هكا، 5 عاطين هنا مدة 5 سنين بدون توقف. النولفاداكس هذا تقريبا رانا في حد ما نقولوا ما نكذبوش، رحنا رانا في حد 3 شهور عاود دخل، بصح بكمية قليلة، سكي في ما نقدروش نفرحوا كاع لي مرات. كيما السكينو صافي عنده واحد هذايا، عنده واحد 20 يوم اللي تحريت وفيه لي دوز، مي كيما الدوز الحبيق ولا 2 ميليغرام هذا راه ناقص عند اونيفو دلا بي سي اش، حبيق حنا نجيبوه من دار بيضاء، فهاد الساعة راه ناقص. والنولفاداكس هذا يعني نلقى واحد سي دي زانجيكسيون نلقاهم، بصح لازم ديري 3-4 كاتيغوريز باش تطيحي في البرودوي هذا، تعيط بتات واحد زوج ما عندهم حتى التروازيام تلقاي عنده دي فوا. محسنون كثيرون يوفرون الأدوية لمرضى السرطان، وآخرون يوفرون خدمات جليلة لهم. دار الإحسان لمرضى السرطان بالبليدة بناية شبيهة بفندق من 5 نجوم، أراد أصحابها أن تكون بابا لهذه الفئة التي وجدت أبوابا موصودة في المستشفيات. احنا كي بدينا في 2015 بدينا ب 45 سرير، وحاليا رانا في 70، يعني كل عام راهو يزداد المرض وراوي الغاشي وكذا. اليوم رانا حاليا رانا في 70، ونا راجوتي دي مات لا ايديلي بور لي مالاد، يعني نقصنا حوايج اللي كيما باغ اكزومبل سال دو سبور وكذا اللي درناهم، عاودنا درناهم دي لي بور لي مالاد. جمعيه البدر لمساعده المرضى المصابين بالسرطان تقوم هذه ديجا دوبوي عندها 13 سنه في الميدان، في العمل تاع لاكومبانيمون دي مالادات دو كونسير، اللي باش نحسنوا الوضعيه. وحنا شفنا ديجا تحسن كبير في الوضعيه تاع العلاج تاع المرضى المصابين بالسرطان، مهما كان الحال مازال طبعا دائما يكون تحسن، ولازم يكون المجتمع المدني يدخل يدير يده في هذا العمل هذايا. بما اننا نعرفوا بلي ان السرطان هو زلزال لما يجي يقيس واحد. الايواء، الاكل والشرب،
تكفل مجاني للقادمين من عدة ولايات. شيخ ناصر مريض من مدينة السوبر بتيارت، والحاجة فاطمة من ولاية شلف وجدوا راحتهم هنا بعد معاناتهم بين المستشفيات. راني هنايا راهم يداووا فيا وراني نعمة في ربي، نعمة من عين الله وما يخصني حتى حاجة. والمدير راه يسبقنا بصباح الخير وبالسلام عليكم. الشيء اللي نتمناوها ان شاء الله المحسنين اللي تهلاو فينا واللي داروا فينا الخير ان شاء الله يسيبوها كامله في ديك الدار وتبعد عليهم كما يقول لك المصايب، وربي يكمل لهم شيء متمنين كاع، والحي اللي راه متمنينها ان شاء الله ربي يكملها لك. دار الاحسان لجمعيه البدر بالبليده بخدماتها الصحيه بذرة خير يجني مرضى السرطان ثمارها، ها هي اليوم تغرس بذرة أخرى ثمارها مستشفى أطفال مرضى السرطان. المستشفى سيضم قطبين، الأول استشفائي والثاني اجتماعي، سيزيح عناء التنقل في رحلة علاج أثقلت كاهل العائلات وأتعبت أجساد أبنائهم. هما يتعبوا وأولياءهم يتعبوا أكثر منهم، يجوا من مختلف الولايات، ينتقلوا من مكان لمكان، من مستشفى لمستشفى، ما عندهمش مكان معين واحد وحيد يعالجوا فيه. احنا كبار لما نتلقاو مختلف العلاجات ولا يجينا مرض نعياو، نتعبوا صحيا بدنيا ونتعبوا خاصة معنويا ونفسيا، فما بالك الطفل الصغير اللي الكور ديالو ديجا الجسم تاعو ضعيف وزيد يجي هذا المرض الخطير اللي هو السرطان زيد يهلكو. المستشفى نتاع لونكولوجي بيدياتريك راهو فيه ان كاباسيتي دو 60 لي، لوبيتال 60 لي، اي لا ميزون دي بارون فيها 40 لي. هو مبني على مساحه تاع 3000 متر مربع، المشروع فيه 8000 متر تاع لوبيتال وفيه 1500 متر تاع لي ميزون دي بارون اللي فيها 1500 متر مربع. ثلاث سنوات هي المدة المتوقعة لاستكمال المشروع، لكن كلما قدم الجزائريون يد المساعدة كلما أنجز بوتيرة سريعة. الأرضية موجودة في ولاية بليدة، الناس أمنت بها، الدليل أنه اليوم وجود كل هذا الكم الهائل من الناس. أنا صدقيني بالله فوجئت، كنت على بالي بلي راح يكون تظاهرة يعني ناجحة، لكن كما راهي موجودة الآن كل الناس تفاعلت بهذا المشروع الإنساني الخيري اللي يهتم بالأطفال. أطفال مرضى السرطان هم أبناء الجزائر، يحتاجون دعما ماليا ومعنويا، مال من محسن ودم من متبرع، أشياء قد تكون بسيطة لقوي البنية، لكن لمريض فهي هدية تحيي جسده من جديد ليحلم بحياة جديدة دون سرطان. هي صور مؤثرة لأطفال يعانون في صمت. طبعا لمناقشة هذا الموضوع المؤثر نسعد كثيرا باستضافة السيد محي الدين ياسين، وهو نائب رئيس جمعية البدر والمكلفة بإطلاق هذا المشروع. مساء الخير. أهلا وسهلا، شكرا أخي الكريم على الدعوة الكريمة. بداية يعني كان هناك تجمع في القاعة البيضاوية البارحة، يعني ما الذي أضاف هذا التجمع وإلى أين وصل مشروعكم؟ شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على كل حال مشكورة قناتكم على هذه الدعوة الكريمة واهتمامها بهذا الموضوع الذي إذا صحت العبارة يؤرق شريحة واسعة من المجتمع الجزائري. حقيقة بالأمس 16 فبراير كانت يعني نشاط في القاعة البيضاوية قامت به جمعية البدر لمساعدة مرضى السرطان، وكان الهدف من وراءه أو النشاط هذا تمثل في حشد يعني عدد من الشبان والعائلات والآباء والأمهات لإقامة نشاط رياضي رمزي يكون في هذا القاعة البيضاوية اللي هو 12 ساعة بدون انقطاع من 10 صباحا إلى 10 مساء. يكون هو الرولي يسميوه السباق أو بالمناوبة. هذا يمدل هذا لا ينقطع السير في لابيس تاع القاعة البيضاوية. الهدف منها وترمز إلى أنه لابد أنه كل واحد يشد
يشد ويهتم بهذا المرض اللي راه يقيس شريحة من المجتمع بمختلف فئاتها والعمرية والجنسية يعني. فكان الفضاء الهدف منه هو تحسيس كذلك، أو النشاط هذا كان الهدف منه التحسيس بأهمية بناء مشروع أو مشروع بناء أول مركز. هذا من بين الأمور التي وضعتموها في استراتيجية الاتصال للحشد للمشروع. نعم هذا هو، لأنه عندنا مشروع هو بناء أول مركز لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان في الجزائر. هذا ما كانش مركز يعني خاص هكذا متخصص. فعندنا جمعية البدرة هي تسعى من أجل أنها تقيم هذا المركز، فكان لابد لنا من حملة دعائية يعني تمس شريحة واسعة من المجتمع الجزائري، تحسسهم بأهمية هذا المركز حتى يلتف حوله ويقام يعني وينجز. ما الذي ينقص الآن حتى يكتمل المشروع على أرضية الميدان؟ هل ينقص من الناحية المادية أم من الناحية التقنية أم؟ والله دراسات تمت في الحقيقة هذا المشروع، راه جمعية البدر تعكف عليه منذ ما يقارب 4 سنوات، يعني دراسة متكاملة من أجل أن يكون هناك مركز لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان بمواصفات عالمية حديثة. الآن الدراسة التقنية ويعني والفنية وكلها راهي تامة، لأنه يبقى لنا إلا بعض الرتوشات يعني ترتيبات القانونية من أجل أننا تكون عندنا رخصة بناء وننطلق إن شاء الله في البناء. يعني متى نتوقع أنه ينطلق البناء؟ قبل نهاية السنة؟ والله في الأقرب، يعني أقرب فرصة تكون تتوفر الظروف وتتوفر يعني الأموال أننا نبدأ إن شاء الله يعني أول حجارة راح توضع قبل نهاية 2019 إن شاء الله، ذلك ما نأمله إن شاء الله رب العالمين. يعني من جانب آخر، ارتفع معدل الإصابة بمرض السرطان حسب أرقام الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، تقول أنه ارتفع ب5% مقارنة بالسنوات الماضية، لماذا؟ والله في حق هذا الارتفاع أخي الكريم، هو ارتفاع محنا يعني لسنا بمنأى عن البلدان الأخرى، هو المرض هذا هو يزحف في كل بلدان العالم. الارتفاع راهو في كل بلدان العالم، يعني فرنسا يرتفع فيها، أمريكا يرتفع فيها، الجزائر كذلك راه يرتفع فيها، بالنظر للأسباب اللي يتكلموا عليها الأخصائيين، يعني قضية سوء التغذية، قضية الستريس، قضية البيئة، قضية يعني مجموعة عوامل، قضية أنه الثقافة الصحية اللي راهي قد تكون قليلة أو ضعيفة عند كثير من الناس، هذا من المسببات اللي تخلي السرطان يزحف ويرتفع من سنة إلى أخرى. فيما يتعلق يعني بالمستشفى، المستشفى سيوفر 60 سرير، يعني بالنظر إلى وضعية الأطفال اليوم المصابين بداء السرطان، يعني ما هي الإضافة التي سيضيفها المشروع مستقبلا؟ والله شوف، هي على احنا على غرار بلدان العالم، بلدان العالم فيها مراكز متخصصة لعلاج مرض السرطان، نتكلموا على مراكز في بلدان العالم، خاصة نتكلموا على سرطان الأطفال، يعني مركز لما نقولوا مركز يعني يكون فيه كل حاجيات العلاج. لما نتكلموا على الأشعة نصيبوها داخل المركز، لما نتكلموا على العلاج الكيميائي نصيبوها داخل المركز، لما نتكلموا على العلاج بالأشعة أو الراديوثيرابي نصيبوها كذلك داخل المركز، نصيبوا التحاليل داخل المركز، هذا يخفف من المعاناة. أولا لما نحوسوا على البنك تاع الدم نصيبوه داخل المركز، يعني نخفف المعاناة، عوض أن نقول للمريض روح جيب لي في مكان آخر وزيد روح دير الأشعة في مكان آخر وعاود تنقل إلى ممكن خارج الولاية تاعك باش تجيب لي دير لي تحاليل معينة. حاولنا أننا نجمع كل هذه مستلزمات العلاج في مركز واحد، تخفف نربحوا الوقت، في نفس الوقت يعني تعطي تخفيف الجانب البسيكولوجي، انه الانسان غير تقول له روح خرج لبرا يولي يشوف فيها جبل. الان تقول راهي غير هنا جيست اكوتي، تنزل منا تدخل هنا تصيب المصلحه تاعك، فهذا اللي يخلينا اننا نمشي بطريقه متسارعه في عملية العلاج. نقطة أخرى، الأدوات المستخدمة في علاج مرضى السرطان هي أدوات في كثير من الأحيان مكلفة اقتناؤها، هل تضعون في الحسبان طريقة معينة لكيفية
الحصول على هذه الأدوات بعد إتمام المشروع في طوره يعني كهيكل؟ والله شوف أخي كريم، هي لكل حدث حديث. نعم كاين استراتيجية عمل وكاين برنامج نعمل عليه الآن راح نبنيه، وراي كاين خالية يعني تبقى تعمل من أجل أننا التجهيزات وكيفاش نمشي وكيفاش كذا وكيفاش الأمور يعني المستلزمات هذا راهي داخلة في الحسبان، وكاين أمور راح تكون يعني بصدق أبيك مع الوقت تكون تتوفر بإذن الله رب العالمين. بالإضافة إلى الحملة التحسيسية بضرورة هذا المشفى، ما هي المرتكزات التي تعتمدون عليها في استراتيجيتكم للحشد لهذا المشروع؟ والله شوف، المركز مكافحة أو علاج أطفال مصابين بالسرطان هو المفروض أن يكون اهتمام كل الشعب الجزائري. احنا قلنا بالأمس، قلنا أنه أمام الصحافة، قلنا أنه يعني هذا المركز هذا من أجلهم اللي نبنيه هذا المركز. المركز هذا هو موش هم تاع جمعية البدر فقط، ولكن هو هم كل عائلة جزائرية، لأنه هذا المرض نتكلم على السرطان راهو مرض زاحف، راه يزحف على المجتمعات يعني بمختلف المجتمعات الإنسانية، راهو يزحف عليها زحف يعني متواصل. الآن لابد لهم من استراتيجية، من عملية تاع وقف الزحف هذا، إيقاف هذا الزحف. فلما نقول هذه خطوة من خطوات إيقاف هذا الزحف اللي هو السرطان، نبني مركز. هذا المركز ما لا يعني به أو ليس يعني معني به إلا جمعية البدر، ولكن كل الجزائري يعني باختلاف مستوياتهم الاجتماعية وما إليها أنهم معنيين أننا نبنيه، وهو أصبح أكثر من ضرورة. المركز أصبح أكثر من ضرورة، لابد أن نديره كلنا يد في اليد من أجل ما نبقاوش نرميه في الكرة إلى بعضنا بعض، لا نشوفوا أرباب المال، لا نشوفوا الوزارات، لا نشوف، كلنا معنيون. كلنا وكل القطاعات معنية من أجل أنها يعني توقف هذا المرض وتجاب هذا المرض وتنشئ مركز لعلاج فلذات أكبادنا أطفالنا اللي راهم يصابون بالسرطان. ربما توجه رسالة من خلال هذا المنبر إلى الكثير من الجزائريين ككلمة ختامية. أكيد احنا يا يعني قلت ونعود ونكرر أنه هذا مشروع تاع الجزائر كلها. أول يعني احنا جزائرنا بلادنا يعني بالخيرات اللي فيها بالقدرات بالإمكانيات اللي فيها، احنا لسنا أقل شأنا من البلدان الأخرى، تركيا ولا لبنان ولا مصر ولا فرنسا. يعني ممكن أن يكون عندنا مركز من هذا النوع وبالمواصفات الحديثة العالمية، لننجم بين قوسين نطمئن فيه على أولادنا أنه ممكن أن يعالجوا في بلادنا عوض أن يخرجوا إلى الخارج. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ننتقل الآن إلى الفقرة المقبلة وهي فقرة هوامش. كيف هي المدرسة الجزائرية في منهاجها التعليمي بالمقارنة مع مدارس دول أجنبية متقدمة في مجال التدريس؟ نتابع. سنغافورة، هنا شيدت نهضة اقتصادية بفضل التخطيط المحكم من عاصمة دولة فقيرة إلى أغلى دولة في العالم. ولا شك أن من بين أسس النهضة هنا هي التعليم. إذ تعد المدرسة السنغافورية من بين الأحسن في العالم، ويستلهم التعليم محاوره الكبرى من التجربة البريطانية، مع التركيز أساساً على تطوير ما للطالب من مهارة لخدمة اقتصاد بلده مستقبلاً. شعار المدرسة هنا تدريس أقل تعليم أكثر، ويتم هذا وفق الاستراتيجية تشجيع المعلمين على بذل جهد أكثر للتركيز على نوعية ما يقدمونه لتلاميذهم، وهذا يحدث أيضاً باستخدام التكنولوجيا. الكثير من التلاميذ يحبون القدوم إلى هذه المدرسة لأننا نملك برنامجاً ثرياً في التكوين التكنولوجي، ولدينا وسائل حديثة للتدريس. وتخصص الحكومة السنغافورية أكثر من 159 مليون دولار لفائدة التعليم سنوياً منذ العام 2013، ويتم توجيه الأساتذة وتكوينهم طيلة 3 سنوات قبل توجيههم للأقسام.
فيما تفرض الحكومة غرامة قيمتها 5000 دولار عن كل ولي يتخلف ابنه عن مقعد المدرسة. إنه أحد الأقسام في فنلندا، يعد النظام التعليمي في هذا البلد من أفضل الأنظمة في العالم. منذ سنة 2015 وبفضل استراتيجية تعتمد على 7 قواعد أساسية، بدءا من اعتبار أن التعليم جزء من الهوية إلى الاختيار الدقيق للمعلمين والاعتماد على العمق في مضمون البرنامج بدل التركيز على الكم، ويخصص معلم واحد لـ20 تلميذا. فيما يتم تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الطلبة بمختلف جنسياتهم وأعراقهم. كندا من بين أكثر الدول استقطابا للمهاجرين حول العالم، ويصنف النظام التعليمي الكندي في المرتبة 6 عالميا، وتضم المدرسة تلاميذ من مختلف الأعراق. وبموجب الدستور الكندي يطلع كل إقليم من أقاليم البلاد بنظام تعليمي معين، لكن وفق المعايير الرئيسية التي تضعها الدولة، وتقوم السلطات المحلية في كل إقليم بتمويل نظامها التعليمي من مرحلة الروضة وحتى إكمال الثانوية، وتصرف في المرحلة الثانوية على كل طالب ما معدله 2000 يورو سنويا. مدرسة سنابورد بمدينة واتفورد في بريطانيا هي من أقدم المدارس هنا، كغيرها تكرس النظام الداخلي، وقد شيدت على هذا المكان الهادئ. يدرس بها 10 تلاميذ من مختلف الجنسيات، لا مكان هنا للتفرقة بسبب الدين أو العرق، ويخضع الطلبة هنا لتكوين يشمل الجانب الاجتماعي الثقافي البدني والفني أيضا. أحب هذه الرياضة لأنه توجد الكثير من النشاطات للقيام بها. واحدة من بين أهم النشاطات التي أحب القيام بها هنا هي كرة القدم. رغم أن بريطانيا تكرس الطبقية في التعليم، إذ هناك تعليم أرستقراطي وآخر شعبي، إلا أنها تحرص دائما على تكريس الجودة، وتركز بريطانيا على الجانب التطبيقي، حيث أسهمت الثورة الصناعية التي شهدتها البلاد خلال القرن 18 في إحداث تغيرات جذرية في المنهاج الدراسي. في الجزائر يسود نقاش إيديولوجي حول دور المدرسة منذ الاستقلال، وهو ما يفسر قصورا في الإجابة عن السؤال حول دور المدرسة في المجتمع. قصور في الإجابة لا يطرح من الناحية النظرية فقط، بل يطرح أيضا من الناحية الميدانية، إذ لم تتمكن المصالح التربوية من كبح انتشار كثير من الآفات في الأوساط المدرسية. وتشير أرقام دراسة ميدانية إلى أن أكثر من 80% من التلاميذ، وبالخصوص فئات 12 و19 سنة، يتعاطون الممنوعات بمختلف أشكالها. إشكالية الاكتضاد لم تتمكن المصالح التربوية من إيجاد حل عاجل لها. أقسام يدرس بها تلاميذ تصل إلى 40 تلميذا أو أكثر في كثير من الأحيان. وتشير أرقام منسوبة إلى وزارة التربية أنه ثمة 3427 مؤسسة ابتدائية عبر القطر الوطني تعاني من الاكتضاد، فيما تعاني 1023 متوسطة عبر الوطني من ذلك. أما بالنسبة لإشكالية التسرب المدرسي، فإنه من مجموع 5000 يصلون إلى المرحلة الثانوية، يواصل 3000 فقط الدراسة. ويبدو أن المدرسة بحاجة للإجابة على عدد من التساؤلات حتى تلتحق بمصاف مدارس دول كبرى حول العالم. قبل أن أختم، أود الحصول على التعليق من ضيفي محي الدين ياسين، السيد محي الدين ياسين، حول الموضوع. والله في الريبورتاج هذا تكلم على المدرسة يعني في دول الخارج وعلى غرار كندا وبريطانيا. الجزائر نعم، أنا أحسب أنه المدرسة ما زالت يعني لم ترقى بعد مدرستنا الجزائري، لم ترقى إلى المستوى العالمي،
وننجموا حنايا نستطيع الجزائر انها تستلهم من تجارب الاخرين وتاخذ يعني الايجابيات بما يتوافق مع خصائص هذه الامه وثوابت ثوابتنا. شكرا جزيلا لك. اذا الى هنا مشاهدينا نصل الى ختام عدد اليوم، نلقاكم في عدد اخر، الى اللقاء.